بو شي شو اليوم راح نحكي عن وارزون 2.0. واذا انت واحد بتكره كمبرجيه الباي ستيشن انه بتكرههم بعمق، انه اللي بيكون قاعد عم بستناك وانت لك جوز 10 دقائق عم بتدور على 5000 تشتري فيهم سلاح. هلا راح نحكي عن موضوع هذا، بس توصل بيكون مستنيك من الشبابيك او متخبي ورا اشي وبقتله. احلى تحيه لك. واذا انت واحد عم بتنازع تجيب وين انه عم بتحارب وإلك صار بجوز يومين مش نايم ومش قادر تجيب وين، احلى تحيه لك مان. واذا انت واحد جبت وين اوريدي راح نحكي عن الشغلات اللي فيها اللي جد نار، وراح نحكي عن شغلات خارق وفي كتير. بس راح نبدأ بالشغلات المنيحة. أول إشي بدي أبدأ فيه إنه الماب خيال، الماب جابوها صح هالمرة الصراحة، جايبينها قريبة على فيردانسك بس مع ماخدين تضاريس كالديرا مع ألوان كالديرا. هذا الإشي الحلو اللي هو الألوان تبعون الماب حلوين وخيال وضويين زي خلاص الموضوع الماب حريق. ثاني إشي الأسلحة اللي على الأرض نار، الجراوند لوت بالجيم راكز أكتر، وحسب فئة كل سلاح بتلاقي ARs و SMGs كله بينزل معلم. بس طبعا عشان الإشي المهم اللي هو TTK التايم تو كيل فيها برضو سريع، جايبينه قريب على المالتي بلاير. بس خلينا نحكي معك كم من أرمر بليت زيادة، فإذا لقيت سلاح عادي زي M4 من غير أتاتشمس وبموقع منيح أنت وماسك عيان راح تفوز الفايت على الأغلب، والعكس صحيح. فدير بالك معلم، لازم تتحرك بهاي الجيم، البوزيشنينج فيها من أهم الشغلات، لازم تتحرك بطريقة تاكتيكال أكتر من كفر لكفر عشان إذا واحد مسكك يوم سلام. تالت إشي اللي هو طريقة كيف بتجيب أسلحتك غير بوارزون 2.0. إذا معك 5000 يا كبير ومعك مقرش ولاد عبدون تقدر تشتري أي برايمري من الباي ستيشن، فهذا إشي رهيب الصراحة. طبعا لمة المصاري بالجيم الزل راح يزلوك وراح تدخل وراح تدور وراح تسوي، بس الحلو بالموضوع اللي هو في كونتراكس بالجيم وموجودين بكمية ليش حكي كتير بس كمية معقولة. طبع إشي اللي هو إشي مجنون وإشي بيخليني أتأكد إنه بدهم يعملوا ضجة وشوشرة اللي هو البروكسيميتي تشات. بروكسيميتي تشات إشي بيخليك أو بتقدر تسمع العدو والفريق اللي ضدك اللي عم بتهاوشوا على أوبن مايك، إذا بيحكوا مع بعض قاعدين، إذا يعني ممكن حتى تخدعه تزتلك هيك إشي عشان تسمع إذا والله يسمع سمعت هاد تقدر تسمعه. هاد إشي برضو أنا شايف الصراحة بجامات من قبل زي إنسرجنسي اللي هم تاكتيكال شوترز أكتر، فبيخليك إنه بيخليني أفكر إنه عم بيحاولوا إنه يجيبوا بالانس بين إنه كول أوف ديوتي وتاكتيكال شوترز وورزون وباتل رويال بنفس الجيم. ممكن تزبط ممكن لا، بس لهلا خيال. هلا هاد إشي يعني بزيد نرجع للبروكسيميتي تشات، هاد إشي بزيد على الجيم من ناحية قديش الجيم جدية، إنه بتجيب خوف وحماس اللي بيجي مع الفايت والضحك أكيد. هلا راح أورجيكم فيديو صار معي مع واحد راندوم دوز وورزون بفطس واتشن. هون أنا وتيمي تاعي كبسين واحد معاه موست وانتد. Listen! I know you guys are here with me right now. Yo, just please, bro. I just need the XP. Please. Just don't shoot, okay? Where are you? I'm right here. I'm right. Don't shoot me, please, bro. Hey, just 25 more seconds. 25 more seconds. You got a buddy? My buddy is dead, and no, he's already dead. I have to buy him back.
Bro, please, please, please. Yo, I'm actually like, dog, I saw your guys' shit. I heard the explosion while I'm talking to party chat. Please. Yo. What do you think, D? I think he's gonna fucking stab us in the back, bro. We should fucking just kill him. No. Okay. I got the XP. I got the XP, okay? Most wanted complete. Alright? I know. Now I'ma just leave. He's dead. He's dead. I swear he's dead. Yo! I'm sorry. Shahid, guess I is فالبروكسيميتي تشات جد اشي انه هيك بخلي الجيم بتفطس ضحك الصراحة، يعني بصير في معك مواقف فيها انه ممكن تضحك، ممكن تخاف، ممكن تنضغط، ممكن تخرع حالك، ممكن ابصر، بس انا شايفه اشي جد حلو بالجيم وراح يطلع منه كونتنت اونلاين، يعني راح تشوفه سواليف اشي يعني ضحك. هلا ضحك على جنب، بدنا نحكي عن اشي جدا مهم بيختلف كتير بوارزون 2.0 عن الوارزون اللي قبل، اللي هو كيف تجيب اللودا. اللودا في ثلاث طرق تقدر تجيبهم بوارزون 2.0. اول طريقة اللي هي حكينا عنها اللي هو ما بتجيب اللودا كلها، مثلا 5000، اذا جمعت 5000 تقدر تجيب سلاح اللي هو برايمري من الباي ستيشن، تشتري افرنت كاش كبير ما بخذوش كروت. تاني اشي اللي هو اشي برضو مهم وعاملينه زي محور او عاملينه انه نقطة التركيز بالجيم، اللي هو سترونجولد. ايش معنى سترونجولد؟ في ثلاث مناطق محصنين بيكونوا ببينوا اول ما تبدأ الجيم، محصنين بـ AI combatants اللي هو بوتس، بس عشانهم بس ثلاثة بتجذبوا كل حدا عليهم هدول، ولازم تدخل جوا وتعمل تفك البومب، تعمل ديس ارم للبومب، وبس تعمل ديس ارم للبومب وتقتل كل حدا، هاي البومب بتصير كريت لودا لإلك وللتيم تبعك. وهلا بجيبنا لاخر طريقه اللي هي بتقدر تجيب فيها لودا، اللي هو بنزلوهم بنص الماب، بنزلوا اكمل لودا. بس مشكلتها انه كل حدا بيقدر يلم هاي اللودات، انه هاي اللودات مو اكسكلوسيف لفريق، هاي بتنزل بوكسه وكل حدا بيروح عليها بيقدر يجيب اللودات تاعته، ف راح تقلب دندره هناك، ودائما لازم تفكر مرتين ثلاثه انك تنزل عليها، وبعدين بيختفوا عن المينيما، فبدك تتذكر وين هاي اللودات نزلت عشان بتضل موجوده هي بس ما بتبين على المينيما. كمان اشي بدي احكي فيه اللي هو الدائرة كيف بتصغر بوارزون 2.0، بتوصل مرحلة انه بيصيروا ثلاث دوائر صغار عشان يجذبوا كل حدا لهم، بدل ما تكون دائرة كبيرة ويكون في مثلا مناطق جد ما فيها حدا، بيعملوهم ثلاث دوائر صغار حوالين الافرقة اللي موجودة، بصفهم هناك عم بيهاوشوا بهدول المناطق، وإفنشلي بتصفي دائرتين بعدين دائرة واحدة، ولعت يا كبير، نزل ولعت عندنا تويكس وباوتي. هلا حاليا الصراحة أنا شايف إنه هم مركزين على الباتل رويال الأصلي، إنه هيك إلها شوي على حركات من ببجي، من ناحية كيف بتلم لود وكيف معاك شنطة، اللي هو أنا الصراحة بكره هذا الإشي، بس هيني عم بتعود عليه. كيف بتشيل وبتحط، طبعا هاد برجع لكل شخص، بس انا حابب هذا الاتجاه، بس لسه بده شغل كتير الصراحة. وهون رح نبلش نحكي عن الشغلات الناقصة والشغلات اللي برأيي جيجود وجاك فراكس وكل اللي ستريمز موجودين هلا اللي بحضرهم بسمع لهم، الشغلات